هاي، معكم روان شلهوب. اليوم راح نجرب معكم الترينجل كونتور ستامب تشالنج لتشوفوا كيف طلع معنا هاللوك. اول شي راح اخد هيدي السبونج يكون شكلها ترينجل، راح اخد كونسيلر فيت مي من ميبيلين. جربت حط الترينجلز بطريقة انه ضل عم بسحب عيني طلوع، مش عم نزل وجه نزول. هلا رح اخذ الميبيلين انستنت انتي ايج لاعمل كونتورينج. وهلا للبلاش رح اخذ سنسيشن ليكويد مات من ميبيلين. وهلا رح نبلش نعمل بلندينج. بنبلش بالفاتح بعدين الغامق، لحتى اذا كان الغامق كتير غامق نكون عم نعدل اللون. هلا هو مهضوم وكل شيء، بس لكنتوا خلصتوا كل الوجه، وخصوصي اذا عم تستعملوا قصص مات بيكونوا نشفوا لبين ما انتوا خلصتوا. هلا رح ندمج الكونتور. كرمال اذا حتى ما جربتوا هيدا الترند وغلطتوا نزل معكم البلاش او ما قدرتوا تدمجوه بسهوله وغلطتوا وبطل شكله حلو، فينا نصلحه بطريقه كتير سهله، هو انه ناخذ الكونسيلر يلي استعملناه من تحت، نحط نطفي على ايدنا ونحط ببرش. وهلا رح اخذ هيدا الباودر فيت مي من ميبيلين. هلا رح ناخذ هيدا الهايلايتنج باودر من بوي براون. هلا رح ناخذ لاش كلاش من إيف سان لوران. جايز ليكو قد حلو الماسكارا، ابدا ما بتعوز رموش، وهيدي بس من اول كوش. هلا رح اخذ لاستنج فينيش من ريمال، رح اعمل كونتور لشفافي. هلا رح ناخذ اللوكس ليب كولر من بوبي براون. وهيدا كان الترينجل كونتور ستامب تشالنج. اذا حبيتوه جربوه. بشوفكن مره جاي. باي باي.